ازيكم حبايبي؟ هنعمل النهاردة سمك الفيليه بطريقة جديدة وطعم ألذ وأطعم وكمان خفيفة، لأن احنا مش هنقليه زي المعتاد يعني. يلا نبتدي مع بعض. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا هايدي مكرم من قناة كوكينج ويز هايدي. أتمنى أن انتوا تابعوني، تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير وكومنت. أول حاجة هجهز التتبيلة بتاعتي، هي تتبيلة جديدة. هحط البهارات عادي بتاعتي، الملح والفلفل والبابريكا، وكمان هحط بهارات سمك، هحط كمان توم باودر وبصل باودر كلهم مع بعض. هضيف معلقتين بس من الزيت، اقل من معلقتين كمان. الجديد بقى ان انا هضيف معلقة من الباربيكيو، معلقة من المستردة، ومعلقة من الصويا صوص، واقلب كل المحتويات دي مع بعض. اولا التتبيلة دي جميلة جدا، وبتدي كأن مش سمك، بتديها طعم كأننا بنشوي لحمة او فراخ، جميلة جدا. وطبعا انا هحطه في الفرن. هضيف اهم حاجة وبحب اضيفها في كل المشويات وكل اللحوم وبرضو الاسماك، هو عصير البصل. انا هنا عاملاه مكعبات، هضيفها كده. عندي التتبيلة جاهزة، ابتدي بقى اقطع السمك ليه شرايح، او ممكن اسيبه زي ما هو كده وهتبله في التتبيلة دي بالشكل ده كده. هسيبها لمدة نص ساعة او ممكن نشتغل على طول يعني. هي كده كده اللحمة بتتشرب بسرعة، او السمك الفيليه بيتشرب بسرعة التتبيلة. نبتدي بقى نجهز صينية وفيها بصل ترانشات. هقطع عندي البصل ترانشات بالشكل ده ووزعه. احط كمان فلفل الوان، هحط بعد كده السمك بالشكل ده. ممكن نعمل شرايح كده رفيعة من فوق كده هنا. احط بقى كمان شرايح فلفل الالوان من فوق، واحدة مثلا احمر وواحدة اصفر. بالشكل ده كده كده ممكن نحطها بقى في الفرن ما تستوي. مش هتاخد وقت، لان السمك من الحاجات اللي مش بتاخد وقت. كده طلعنا صينية السمك الفيليه المشوي من الفرن، طلع جميلة جدا، احسن طبعا من المقلي بكتير، لان في المقلي بيشرب زيت كتير، فده كده حلو جدا. كده نزل الدهون، لو هو من الاسماك اللي هي بتبقى دهنية كده هو نزل الدهون بتاعته. هنبتدي بقى نحطه في طبق التقديم. وكده خلصنا طبق النهاردة، وهو السمك الفيليه المشوي في الفرن، صحي وجميل للدايت، حلو جدا. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.